بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد البشارة بنحتفل بيه النهاردة. احنا عارفين طبعا ان حسب طقس كنيستنا القبطية بنحتفل بسبع أعياد سيدية كبرى وسبع أعياد سيدية صغرى. الترتيب ده مش موجود في بيت الكنائس، عندهم احتفال طبعا بالأعياد بس ما عندهمش الترتيب بتاعنا ده. الأعياد السيدية معناها أنها أعياد خاصة بالسيد المسيح وخاصة بينا إحنا كمان، لأنه هو أخد طبيعتنا علشان يقدسها ويشفيها. والأعياد السيدية الكبرى بتبدأ بالعيد بتاع النهاردة اللي هو عيد البشارة، ده فاتحة الأعياد. عندنا الأعياد السيدية الكبرى البشارة، الميلاد، المعمودية، الغطاس أو بنسميه الظهور الإلهي، وحد الشعانين، وأحد القيامة، وعيد الصعود، وعيد حلول الروح القدس. دول السبعة الكبار. الأعياد السيدية الصغرى اللي بتبتدي بالختان وبعد كده دخول الهيكل، بعد كده خميس العهد ودخول أرض مصر والتجلي وعرس قانا الجليل وحد توما، برضو سبعة. أبتدي بصلوة نصليها مع بعض، وبعد كده ناخد زوكسولوجية عيد البشارة، نشوف الكنيسة حطلنا إيه، بتقول لنا إيه في الزوكسولوجية الجميلة دي، تمجيد لربنا طبعا في عيد البشارة وتمجيد للست العذراء، وبعد كده هناخد القراءات بتاعة النهاردة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت يا ربي اخترتنا واخترت يا ربي أمنا الست العذراء كعجينة للبشرية لكي تتجسد يا ربي عن طريقها، ولكي تأتي لتشفي طبيعتنا، وأتيت أيضا يا ربي لكي تنقذنا من عبودية الموت وسلطان. ادينا يا ربي ان احنا دايما يتجدد عهدنا معاك، كل يوم يتجدد عهد المحبة وعهد الأمانة وعهد القداسة في حياتنا كل يوم، كما انك دائما يا رب امين معنا. ادينا ان احنا ايضا يا ربي نكون امناء في حياتنا معاك، كما اخترت امنا الست العذراء يا رب من اجل تواضعها الفائق للوصف، وخليتها تبقى أعلى من السمائيين والأرضيين. أيضا يا رب اخترت كل واحد فينا لكي تسكن فيه وترفعه. ادينا يا رب ان احنا نبقى دايما بنمجدك زي ما الست العذراء مجدتك، أنكرت ذاتها إلى النفس الأخير لكي تتمجد أنت وتشرق في حياتها. ادينا نحن أيضا يا رب انك انت تتمجد وتشرق في حياتنا بنورك الحلو. ثبتنا فيك، نمينا في محبتك وفي كل عمل صالح، ليك كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين. نبتدي بالزوكسولوجية بتاعة عيد البشارة طبعا بالنغمة الفريحي، هقولها معاكم واللي عنده النص ممكن يطلعه ويقول معانا برضو. تطلع الأب من السماء على سكان الأرض فلم يجد من يشبه مريم العذراء، أرسل إليها غبريال رئيس الملائكة العظيم فبشرها بفرح هكذا قائلا: السلام للممتلئ نعمة، الرب معك، وجدت نعمة عند الله الآب، ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه
يسوع ابن العالي ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى أبد الأبد ولا نهاية تكون لملكه. وبعد أن تلدي تظلين عذراء، فأجابت مريم العذراء: ها أنا أمة الرب، ليكن لك قولك. فمضى الملك: نسجد لك أيها المسيح، لأنك أحببت جنسنا وأتيت إلى بطن العذراء وتجسدت. نسبحك ونمجدك ونزيدك علوا كصالح ومحب البشر. ارحمنا كعظيم رحمتك. دي الدوكسولوجية بتاعت عيد البشارة، وهنلاحظ فيها طبعا النص كله تقريبا من الكتاب المقدس محطوط في شكل تسبحة جميلة لربنا يسوع اللي أحبنا وأحب جنسنا واختار الست العذراء بعد ما تطلع من السماء، ويقول كده أنه تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك. ففعلا ما كانش في حد بمستوى الست العذراء. القراءات بتاعت عيد البشارة تبتدي بالعشية، والعشية الحقيقة فيها معاني جميلة جدا، قراءات طويلة بس جميلة جدا. أول حاجة المزمور بتاع العشية بيقول: يا رب طقطق السماوات وانزل، والمس الجبال فتدخن، أرسل يدك من العلو، انقذني ونجني من المياه الكثيرة. ده من مزمور 144. طقطق السماوات وانزل، المس الجبال فتدخن. صحيح هو لما نزل وعطى الناموس لموسى كان الجبل بيدخن، لكن هنا طبعا الكلام ده بعد موسى، داود بعد موسى بحوالي 500 سنة. فهنا دي اشتياقات البشرية، اشتياقات البشرية اللي الناموس بالنسبة لها كان كشف ضعفها. صحيح حط نقط على الحروف وحط قاعدة عامة للأخلاقيات وللطهارة وللعدالة وللمحبة، حط قواعد عامة، لكن الإنسان كان عاجز، كان محتاج نعمة إلهية، والنعمة دي خدها الإنسان بالتجسد. فاشتياق البشرية: طقطق يا رب السماوات وانزل، المس الجبال فتدخن، تعال يا رب انقذني ونجيني من المياه الكثيرة، يعني من كثرة الخطية المحيطة بنا. المياه الكثيرة دايما بالذات المياه المالحة تشير للاضطراب اللي موجود في العالم وللخطايا المرة اللي موجودة في العالم. الإنجيل من لوقا 7، الحادثة الشهيرة اللي هي ما اتذكرتش غير في إنجيل لوقا الإصحاح السابع، في آخر الإصحاح السابع، وهي حادثة المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي. من عدد 36 لعدد 50 لوقا 7: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها، إنها لخاطئة.
أجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيانه، فسامحهما كليهما. فقل: من منهما يحبه أكثر؟ يعني 2 مديونين، واحد ب500 وواحد ب50، فالسيد سامح الاثنين. مين في الاثنين دول ممكن يحب السيد أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن أن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء عند رجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها. لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي. بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: أن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام. طبعا في تمجيد هنا للمرأة دي، ودي إشارة كده صغيرة لمجد المرأة بعد التجسد. البداية كانت بسقوط حواء وجابت العار واللعنة للبشرية، وبعد كده في العهد الجديد جت البركة والحياة من خلال امرأة برضو اللي هي الست العذراء. ففي هنا إشارة بسيطة إن في واحدة ست هي بطلة القصة دي. حاجة تانية طبعا المقارنة اللي بين سمعان الفريسي وبين المرأة الخاطئة دي. سمعان الفريسي بيشير لليهود اللي هم شايفين نفسهم أحسن من غيرهم وبيدينوا الآخرين، وكان بيفكر في ذهنه بيدين الست دي وبيقول لها وبيقول في باله دي خاطئة، والمسيح نفسه كمان مش عارف تلاقيه، ده ما ينفعش حتى يبقى نبي، لو كان هذا نبيا لعلم، يعني بيدين السيد المسيح. ده وضع اليهود، ولذلك ما استفادوش حاجة، مش حاسين بخطيتهم، مش حاسين بضعفهم، حاسين يعني ان هما كويسين، ما مش محتاجين مخلص، مش محتاجين، فهيموتوا في خطاياهم. زي ما قال السيد المسيح: أنا جيت علشان أدي البصر للعميان. فالفريسيين قالوا له: ألعلنا إحنا عميان؟ قال لهم: يا ريت كنت تقولوا إحنا عميان، كنت فتحت لكم عينيكم، لكن المشكلة الكبرى أن كنتوا بتقولوا إننا نبصر، لذلك خطيتكم إيه؟ بقي. فإحنا قدام واحد بيمثل اليهود حاسس أنه هو أفضل من بقية الناس: اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار، ولا مثل هذه المرأة الخاطئة. هو مش حاسس أن ربنا سامحه بكتير، إيه 50 يعني؟ ولا حاجة، 50 دول ولا حاجة. التانية حاسة بضعفها، زي العشار كده اللي قرع صدره وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطي. حس بالدين الكبير اللي المسيح سامحها بيه، وجاي علشان يمحي كل الأثام بدمه، فهي حاسة بالدين الكبير، فمش عارفة تعبر غير بدموعها، مش قادرة تشكر غير إنها تنزل تحت رجليه وتقبل قدميه وتمسح بشعرها قدمي السيد المسيح وتدهنهم بأغلى طيب. حب وعرفان بالجميل وإحساس بأعمال ربنا العظيمة، هو ده وضع الأمم اللي أمنوا. كل واحد آمن بالمسيح وقبله ودخل في عهد معاه بالمعمودية واتغسلت خطاياه وبدأ حياة جديدة في المسيح وخلقة جديدة في المسيح. ده واحد حاسس إنه اتغفرت له خطاياه الكتير، عشان كده بيقدم حب كبير وبيبادل حب ربنا بحب
من ناحيته. التجسد هو إعلان حب الله للبشر واهتمامه بالبشر، جه علشان وأخد طبيعتنا عشان يشفيها ويحييها، أخد جسدنا، أخد البشرية فيه علشان يشفيها من كل الأمراض اللي فيها، أخدها بأمراضها زي ما بيقول القديس كيرلس الكبير، أخد الطبيعة البشرية بأمراضها علشان يشفي الأمراض دي، وعلشان يدوس الموت ويقتله وتحيا البشرية من جديد فيه في المسيح. فهنا المرأة الخاطية دي بتمثل البشرية اللي بتشكر ربنا وبتمجده بعد ما شافت ودائت غفرانه وتحريره لينا. طبعا الإنجيل ده بيتقرأ في الخدمة التانية من صلاة نص الليل كل يوم، بعديها قطع جميلة جدا بتاعت صلاة نص الليل تقول: أعطيني يا ربي أن أبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلال، وأقدم لك طيبا فائقا وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك صوت الممتلئ فرحا أن إيمانك قد خلصك. دي أول قطعة في الخدمة التانية من صلاة نص الليل، بركة كبيرة إن احنا نصليها، قطعة جميلة جدا. ادينا يا رب يا نبيع دموع كثيرة، ادينا إن احنا نقبل قدميك اللي أعتقونا من طريق الضلالة. المزمور بتاع باكر عشان الوقت بتاعنا بيقول إيه؟ مزمور جميل خالص، المزمور 72 ده كتبه سليمان، بيقول: ينزل مثل المطر على الجزة ومثل قطرات تقطر على الأرض، يشرق في أيامه العدل وكثرة السلامة. عدد 6 و7 من المزمور 72. طبعا الندى أو المطر مثل قطرات تنزل على الأرض دي النعمة الإلهية اللي احنا شفناها بالتجسد، جاي علشان يدينا النعمة الإلهية. دايما القطرات اللي تنزل من السماء دي إشارة للنعمة المجانية والنعمة الإلهية. الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. قطرات تنزل على الجزة في زمن جفاف خالص، يمكن تفتكروا القصة بتاع جدعون. جدعون لما ربنا دعاه للخدمة طلب علامة من ربنا، قال له: أنا عايز علامة علشان أطمن إنك أنت معايا. قال له: حاضر يا جدعون، عايز إيه؟ قال له: أنا هحط الجزة، جزة يعني فروة خروف، هحطها على الباب وعايز أقوم الصبح وأشوف. قام الصبح لقى الجزة دي مليانة مية والأرض كلها ناشفة، عصر الجزة نزلت قصعة مية كبيرة كده. ياه، نزل بس في الحتة دي، إشارة أن ربنا مختاره هو يشتغل، أو إشارة طبعا للتجسد إنه في ظل القفر بتاع العالم والجفاف نزلت النعمة الإلهية في تجسد السيد المسيح. والمزمور بتاع سليمان فهو ده الحكيم سوفونيوس اللي احنا بنقول عليه في شهر كياك، هي الحتة دي، بينزل مثل القطر على الجزاز، أو ينزل على مثل قطر بغير غمام، يعني الأرض كلها ناشفة ومفيش أي غمام، ولكن الجزة دي بالذات هي اللي نزل عليها الندى وشبعها بالندى. فينزل مثل المطر على الجزة ومثل قطرات تقطر على الأرض، يشرق في أيامه العدل طبعا وكثرت السلامة. سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. إنجيل باكر من لوقا 11 من 20 ل 28 بيقول: وإن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فإذا قد بلغ إليكم ملكوت الله. ما كانوا بيقولوا له ده ببعل زبول يخرج الشياطين، قال لهم: لا، كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرج، لما انقسم الشيطان على ذاته يخرج، لكن أنا جاي بإصبع الله أخرج الشياطين. كلمة إصبع الله طبعا الله روح، ما لهوش ملامح مادية ولا جسدية، لكن دايما في تعبيرات كده احنا
بنفهم بيها معاني. أصبع الله أو يعني معناها التجسد، العمل الإلهي. يد الله معناها التجسد، معناها العمل الإلهي الواضح داخل البشر، لأن السيد المسيح جه هو الابن الكلمة الأزلي، تجسد علشان يكشف لنا حب الآب، علشان يحيينا من جديد ويجدد الخلقة بتاعتنا. فإن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فإذا قد بلغ إليكم ملكوت الله. إنه إذا تسلح القوي ليحفظ داره فأمواله تكون في أمان، فإذا أتاه من هو أقوى منه وغلبه يأخذ سلاحه الذي كان متكلا عليه ويقسم غنائمه. طبعا القوي الأولاني هو عدو الخير، لكن استولى على البشرية واستولى على العالم ومتحصن، فجاء من هو أقوى منه وغلبه بالصليب وداس الموت وغلبه وأخذ السلاح الذي كان متكلا عليه ويقسم غنائمه، يعني كل اللي كان بلعهم السيد المسيح خلصهم من جوف الموت. من ليس معي فقد عاندني، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. طبعا اللي مش هيبقى في المسيح بعد التجسد، اللي مش هيدخل في عهد مع المسيح ويثبت في المسيح ويقبله، هيبقى في يهلك. إن الروح النجس إذا خرج من الإنسان يجتاز في أماكن عديمة الماء يطلب راحة. مش عارف ليه يعني دي. وإذا لم يجد يقول حينئذ أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيعني يقصد لذلك الإنسان تاني يرجع لي. فإذا جاء ووجده فارغا مكنوسا مزينا، يعني الإنسان مثلا تاب أو ربنا خرج الروح الشرير منه، لكن الإنسان سايب نفسه فاضي، يبقى مطمع لعدو الخير مرة أخرى. حينئذ يمضي ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر منه، فيدخلون ويسكنون هناك، فتكون أواخر ذلك الإنسان شرا من أوائله. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين أرضعانك. طبعا دي هنا إشارة للست العذراء، عشان كده كيسة مختار الفصل ده. بس شوفوا رد السيد المسيح: أما هو فقال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. هي طبعا بتمجد الأم اللي علمته وربته ونشأته عشان يطلع منه كل الحكمة دي. قال لها المصدر هو حكمة الله، هو كلمة الله. المصدر النقي والينبوع النقي للحكمة هو كلمة الله، سواء خدناها من أبانا وأمهاتنا، سواء خدناها من أي حد بيعلمنا في الكنيسة، أو من قراءتنا في الكتاب المقدس بنفسنا وعمل الروح القدس فينا. بس هو ده المطوق. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طبعا فيها إشارة كمان للست العذراء، لأن هي اللي سمعت كلام ربنا وحفظته، حفظت الكلمة وعاشتها وسلمت نفسها ليها. مش مجرد الكلمة الإلهية معلومات، الكلمة الإلهية أمر يتحول إلى فعل فينا. نقبل هذا الكلام بإيمان ونقوله: ليكن لي يا ربك قولك، ونسيب حياتنا تمشي على كلمة ربنا هي اللي توجهنا. أعلق حياتي على كلمة ربنا، أسلم حياتي لكلمة ربنا. هو ده حفظ الكلمة، مش حفظ يعني هسمع وادخل مسابقة أسمع واخد جايزة. لا، طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه في سلوكهم وحياتهم. البولس النهاردة من روميا جزء طويل بيتكلم على ما قبل المسيح وما بعد المسيح، ما قبل التجسد وما بعد التجسد، بؤس البشرية قبل التجسد والنعمة المفاضة على البشرية بعد التجسد والإيمان بالمسيح. إذن ما هو فضل اليهودي من روميا 3 وعددين من الإصحاح الرابع. إذن ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان؟ بفكركم في روميا الإصحاح الأول بيكلم على أنه الأمم ضلوا وقعوا تحت الدينونة، وفي الإصحاح الثاني
قال برضو اليهود ضلوا ما قدروش ينفذوا حاجة وكانوا عاجزين وبيدخروا لنفسهم غضبا في يوم الغضب. طيب يعني الكل فاسد، طب ما فيش حاجة كويسة كانت في العهد القديم؟ ما فيش ناموس، ما فيش شريعة؟ هيبتدي يشرح الكلام دلوقتي. إذا ما هو فضل اليهود وما هو ما هي منفعة الختان؟ عظيم على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، هبقى في شعب ربنا حط عندهم أقوال ما كانش فيه قبل كده. فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا؟ يعني ربنا أعطاهم كلامه لكن ضلوا ما أمنوش. أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. يعني مهما كان حتى كل البشر كاذبين ربنا يفضل صادق ولا تبطل أمانته. كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر الله، يعني وحشتنا توري جمال ربنا، فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم، يعني يجي يحاسبنا يعني؟ قلت هذا بحسب الإنسان، حاشا، فكيف يدين الله العالم؟ ولكن فإن إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي كخاطئ وليس يفترى علينا، يعني عايز يقول إنه إحنا بوحشتنا أظهرنا إن ربنا صادق، فيبقى إحنا كده، هل ده معناه إن إحنا لا ندان؟ إن يعني ربنا طلع كويس واستفاد بالفرصة دي؟ لا طبعا. أو كما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لتأتي الخيرات علشان ربنا يثبت يعني أمانته، إحنا نعمل الحاجات الوحشة وهو يغفر لنا ويدينا خير. أولئك الذين دينونتهم عادلة، محدش قال كده، نفعل السيئات لكي تأتي الخيرات. فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل؟ احنا يعني افضل من ربنا ولا افضل من الباقيين الامم الباقيه؟ كلا البت، لاننا قد شكونا ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطيه، كما هو مكتوب ان له ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم. خلوا بالكم من العباره دي، الكل تحت الخطيه، الكل تحت حكم الموت، الكل تحت حكم اللعنه، الكل غرقان في الفساد، الكل محتاج مخلص، اليهود وغير اليهود في العهد القديم، البشرية كلها والعالم كله محتاج مخلص. هو ده اللي عايز يأكده القديس بولس الرسول، ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، وليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح. يعني الكلام اللي بيطلع زي ريحة القبر من وحشته. قد مكروا بألسنتهم سم الأفاعي تحت شفاههم، كلام بتاعهم سم، يسمم الجو، يوقع الناس في بعضها، يعمل شر، يعمل خصومات، يعمل معارك، يضلل. ايه ده؟ ده وضع البشرية، ده وضع البشرية في العهد القديم. طبعا النص ده بالكامل متاخد نصا من العهد القديم، نبوة كانت يعني. قد مكروا بألسنتهم سم الأفاعي تحت شفاههم، هؤلاء الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، وفي طرقهم شقاء وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه. طبعا لأنهم كانوا منقادين بروح عدو الخير اللي بيوقع الناس في بعضها. ليس خوف الله أمام عيونهم، خوف الله يعني الإحساس بحضور الله، لا زي يوسف كده كان حاسس بوجود ربنا فما يقدرش يعمل خطيه، حاسس بوجود. خوف الله يعني الاحساس الدائم بوجود الله، يحفظ الانسان، يخلي الانسان يحترم هذا الحضور الالهي باستمرار. ونحن نعلم ان كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله، لأنه من أعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأنه بالناموس معرفة الخطية. الناموس عرفنا أن ده غلط وده غلط وده غلط، وإحنا مش عارفين نخرج من الغلط فتحكم علينا. أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس. إزاي؟ بالتجسد، نعمة، نعمة إليه. قد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، الناموس وضح وهيئ والأنبياء تنبأوا،
وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون. مش للكل طبعا، الإيمان ليس للجميع، لأن مش الكل مش الكل بيقبل. الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله الذين يؤمنون باسمه، لكن اللي رفضوا خاصته لم تقبلوا ما هلكوا. بر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون، لأنه لا يوجد فرق، يعني سواء من أصل يهودي، من أصل أممي، من أصل صيني، من أي مكان. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بيسوع المسيح، الذي سبق الله ووضعه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره. إحنا عاجزين وهو فاض ببره علينا وبحبه، من أجل مغفرة الخطايا السالفة بإمهال الله. قد إيه ربنا تمهل وبعد كده تجسد علشان يغفر كل الخطايا، لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ يعني أنت يا يهودي بتفتخر بإيه؟ قد بطل. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال، أعمال اللي هي أعمال الناموس، الختان والتطهيرات والغسلات والذبائح بتاعة العهد القديم، دي الأعمال المقصودة. أين الافتخار إذن؟ قد بطل. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان، الإيمان بالمسيح. هنا الأعمال مش أعمال البر اللي تيجي بعد الإيمان والثمر الحلو والمحبة والفرح والسلام وصنع الخير، لا، بيتكلم هنا على أعمال الناموس اللي كانوا في العهد القديم بيظنوا أن هم يتبرروا بيها، اللي هي الذبائح والتطهيرات والختان والحاجات الناموسية دي. إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس، أوضح أن دي أعمال الناموس، أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا؟ نعم، للأمم أيضا. فإذا إن كان الله واحد وهو سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، ختان يعني اليهود، دي كناية عن اليهود، والغرلة كناية عن الأمم. إن كان الله واحد وهو سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس، يعني كقواعد روحية وكوصايا إحنا مش هنتخلى عنها. الوصايا إيه؟ الخير، العدالة، المحبة، القداسة، نثبت الناموس. لكن ظهر بر الله بالإيمان في تجسد السيد المسيح، دي الفكرة العامة بتاعت البولس. الكاثوليكون من رسالة يوحنا الأولى بيقول الذي كان، طبعا الرسالة جميلة من شاهد عيان شاف المسيح المتجسد، فبيبتدي الرسالة بتاعته بالبداية الجميلة دي: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. إيه رأيكم؟ حاجة جميلة جميلة. قديس يوحنا ده يعني درر كده، بيلخص الحياة المسيحية، بيلخص إيماننا كله في الجملتين دول. الذي كان من البدء، الكلمة الأزلي، هو ده اللي احنا سمعناه ورأيناه بعيوننا وشاهدناه ولمسته أيدينا، هو ده اللي احنا شفنا، رأينا مجده. طبعا في التجلي رأوا مجده، هو بطرس ويعقوب شافوا مجده، وشافوا حتى القديسين المتمجدين معاه، ظهر في مجد موسى وإليه. شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. أنا بتكلم على إيه؟ على كلمة الحياة، الكلمة الإلهي، الكلمة الأزلي واهب الحياة. فإن الحياة أظهرت، دي زي ما قال في إنجيله برضو الإصحاح الأول: الكلمة صار إيه؟ جسدا وسكن فينا وجه وشفناه ورأينا مجده. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد
ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو خبر الحياة أظهرت. هو ده التجسد، هو ده عيد البشارة النهاردة، لأن البشارة هي البداية بتاعت التجسد. محدش يفتكر إن بداية التجسد هو الميلاد، لا، بداية التجسد البشارة، لما بدأ جسد المسيح في بطن الست العذراء من بعد ما الست العذراء قالت للملاك ليكن ليك قولك، ففي اللحظة دي حل الروح القدس عليها وتجسد المسيح في بطنها وبدأ ينمو. والجنين زي الكبير، من هو عمره لحظة، من بداية عمره ده إنسان، إنسان كامل له كل حقوق الإنسان وكل كرامة الإنسان. عشان كده احنا نحافظ على الجنين، عمرنا ما نمد ايدينا عليه بسوء، ابدا ابدا ابدا. فالحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا. بعد كده بيفصل الكلام بقى شوية. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به لكي تكون لكم أيضا شركة معنا. هو الحكاية مش خبر بنسمعه ونقول طب ما حاجة كويسة، دي أخبار طيبة. لا، مش مجرد خبر، لا، ده دخول في شركة معاه، إن هو جه اتحد بعجينة البشرية وعايزنا ندخل نبقى أعضاء من لحم ومن عظام. فبيقول لهم كده، بيقول لنا كلنا عايز يكون لكم شركة معانا. احنا دلوقتي بقينا حتة منه، احنا كلنا جسد واحد فيه، فاحنا عايزين يبقى كلكم لكم شركة معانا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح. بقينا أبناء الآب، بقينا أعضاء في جسد ابنه يسوع المسيح. لما دخلنا بقينا أعضاء في جسد المسيح بالمعمودية، خدنا البنوة للآب بالتبني. هو ابن بالطبيعة والجوهر وإحنا أبناء بالتبني، واللي بيعمل الشغل ده كله فينا الروح القدس، واللي بيدخلنا نبقى أعضاء في جسد المسيح من خلال المعمودية. كل أسرار الكنيسة دي بناخد عطايا إلهية بعمل الروح القدس. فشركتنا هي بالروح القدس مع الآب والابن. وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملاً. وهذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به. خلوا بالكم بقى. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. فإن قلنا أن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. ما ينفعش، يبقى احنا كذابين لو احنا بنحب الخطية وبنروح للخطية وبنجري ورا الخطية وشهوة الخطية ساكنة جوه قلبنا، يبقى في ظلمة ازاي؟ الله نور وليس فيه ظلمة البتة. فإن قلنا أن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. ولكن إن سلكنا في النور كما أنه هو ساكن في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. نسلك في النور، ولو في شوائب في السكة كده، لو في سقطات، لو في ضعفات، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. دايما سر الاعتراف مفتوح لينا وسر التناول، بحيث ان احنا دايما نتقدس ونتطهر بالتوبة والاعتراف والتناول. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، إن قلنا أن احنا فوق مستوى الغلط، لا طبعا، احنا لسه الطبيعة القديمة ساعات بتشاغب معانا فبنغلط. احنا بنغلطش بالطبيعة الجديدة، بنغلط بالطبيعة القديمة، بالإنسان العتيق. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وحدنا وليس الحق فينا، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. مستعد أو منعترف يغفر لنا ويطهرنا من كل إثم. وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا. يعني طب هو كان جاي ليه إذا كنا إحنا كويسين ومش محتاجين؟ لا، الحقيقة إحنا كنا محتاجينه جدا. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، أنا مش بقول لكم غلطوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، الشفاعة الكفارية اللي احنا بنسميها في الكنيسة الشفاعة الكفارية. يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. دم يسوع المسيح يطهرنا، يطهر العالم كله في
في قوة حياة تحيي العالم كله، تغفر للعالم كله، تقدس العالم كله. دم المسيح في قوة الحياة. وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه، يبقى التزمنا بوصاياه. من يقول أني قد عرفت وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه، أما من يحفظ كلمته فحقا في هذا قد كملت محبة الله. كل ما نتغذى على وصاياه ونحبها كل ما هنتمتع بيه أكثر، وتسكن فينا محبته، تسكن فينا محبته. في هذا قد كملت محبة الله، بهذا نعلم أننا ثابتون فيه من حفظ وصاياه. بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول أني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك كذا يسلك هو أيضا. شوف المسيح سلك إزاي، بالمحبة، بالطهارة، بالخدمة، بالوداعة، بالحكمة، في الحق. إحنا وراه، إحنا وراه. كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن. اتحمل الإهانات، إحنا كمان نتحمل. شال الصليب، إحنا كمان نشيل. أحب الكل وطلب لهم الغفران، نحب الكل ونطلب لهم الغفران. الإبراكسيس صغير من أعمال الرسل، في القصة المشهورة من وسط كلام القديس استفانوس في وعظته في أعمال 7، القصة بتاعت موسى. كان طبعا تعرفين الوعظة بتاعت استفانوس دي في أعمال 7، بيشرح فيها تاريخ عمل ربنا في مع الشعب اليهودي من أول إبراهيم. بيقول: ولما كملت له مدة 40 سنة من الزمن خطر على قلبه أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. ده مين؟ موسى. موسى في قصر فرعون قعد 40 سنة تهذب بكل حكمة المصريين، لكن كان عارف أنه أصله يهودي، فعرف طبعا من أمه لما ربته، بس عاش طول حياته تقريبا وشبابه لحد سن 40 سنة في قصر فرعون كابن لابنة فرعون بالتبني. فقال: أروح أفتقد إخواتي. خطر على قلبي أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري. هيخلص بإيده ده ولا إيه؟ ما ينفعش المخلص بالطريقة دي. احنا عايزين نعمة وحكمة من ربنا، مش بقوة العضلات ولا بالدراع. وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، أما هم فلم يفهموا. وفي الغد هو هي مرضش، يعني غلط موسى، غلط الناس. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوفقهم للصلح قائلا: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحدوا المعتدي على صاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت المصري أمس؟ اكتشف بقى موسى ان اللي هو كان بيعمله ده دي مش طريقة سليمة. حكامة الجيش بمجرد الأوامر والنصح والإرشاد، عايزة نعمة إلهية وتدبير إلهي وأدخل جوه الخطة الإلهية، مش الأمور ما تمشيش كده بالإيه بالحكمة البشرية. من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت المصري أمس؟ فهرب موسى بسبب تلك الكلمة، لأن فرعون عرف، وصار غريبا في أرض مدين حيث ولد له هناك ابنان. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك برية في برية طور سيناء في لهيب نار على عليقة. دي الحتة اللي موجودة حاليا في سانت كاترين. وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله آبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم، فهلما الآن لأرسلك إلى مصر. طبعا صورة مصغرة للتجسد. النهاردة احنا بنتعيد بعيد التجسد الإلهي، عيد البشارة هو عيد التجسد الإلهي، فدي صورة مصغرة للتجسد. ربنا بيقول: أنا نازل يا موسى علشان الشعب، أنا رأيت مشقة شعبي وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم. دي صورة مصغرة في العهد القديم كرمز أو كصورة صغيرة
بتشير للصورة الأكبر بتاعت تجسد السيد المسيح، وأنه اتحد ببشريتنا في بطن الست العذراء علشان يخلص البشرية كلها، لأنه نظر إلى أنين البشرية وسمع صراخ البشرية وحس وقد إيه البشرية متمررة في عبودية عدو الخير، فهو نزل علشان يخلصنا. فهنا طبعا إشارة للتجسد، طبعا عارفين العليقة برضو اتحدت بها النار ولم تحترق، إشارة برضو لأن اللاهوت اتحد بالناسوت في بطن الست العذراء ولم يحترق جسدها. وطبعا التجسد الإلهي عبارة عن إيه؟ مراحم إلهية، مراحم ونعمة. إحنا غير مستحقين وعاجزين، لكن هو صاحب المبادرة دايما لأنه محب للبشر. ففي المرة الأولانية نازل يكلم موسى يقول له تعالى أنا هبعتك علشان أنا نازل عشان عايز أخلص شعبي من عبودية العبودية اللي هم عايشين فيها في أرض مصر، والمشقة اللي هم عايشين فيها والأنين. وفي العهد الجديد السيد المسيح تجسد لكي يخلصنا من عدو الخير ومن العبودية بتاعته. عشان كده بنقول في الأجبية في الساعة الستة وقت الصليب نقول نصرخ إليك ونشكرك لأنك أتيت لتعين العالم، أتيت لتخلص العالم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك ونمجدك يا رب. الإنجيل هو إنجيل البشارة المعروف من لوقا واحد وكلنا سمعناه قبل كده، لكن أنا يعني علشان الوقت هقول جزء صغير خالص. الأول المزمور عن الست العذراء: اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي سمعك، واميلي سمعك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك. طبعا ده الست العذراء كانت نبيهة روحيا، كان عندها وعي روحي انها تسمع صوت ربنا وتعمل، وفعلا ما سمعتش لحد غير اللي ربنا عايزه منها، وربنا اشتهى فيها جمالها الداخلي ونقاوة قلبها واتضاعها. الانجيل طبعا انجيل البشارة اصحاح واحد في انجيل لوقا من عدد 26 لعدد 38 يقول: في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، واسم العذراء مريم. فلما دخل إليها الملاك قال لها: السلام لك يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام، فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فإنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء. واضح هنا طبعا أن الملك ملك روحاني، وأنه هيكون ابن العلي. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ إزاي يحصل كده؟ بتستفسر عن الطريقة. فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لهذا المولود منك قدوس وابن الله يدعى. يبقى وضح لها عمل الثالوث: الروح القدس يحل عليها، قوة العلي تظللها، واللي هيبقى في بطنها ويتولد منها هو قدوس ويدعى ابن الله. وها اليصابات نسيبتك قد حولت هي ايضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي تدعى عاقرا، لانه ما من امر لدى الله غير ممكن، ما فيش شيء غير مستطاع عند الله. فقالت مريم للملاك: ها انا امه الرب، ليكن لي كقولك. فانصرف عنها الملاك. ست العذراء كانت مسلمة حياتها. ربنا ما بيشتغلش في إنسان بالعافية، ربنا عايز واحد مسلم حياته ليه، مش بيزرجن كل شوية، مش بيقوله لا أنا رأيي مختلف عنك، مش بيقوله لا وليه نعمل كده وليه ما نعملش كده وبلاش طيب نأجلها شوية. ربنا ما بيشتغلش في النوعيات دي كويس زي ما يشتغل في النوعية زي الست العذراء. طبعا هو بيشتغل في الكل وبيطول باله على الكل،
بس يعني لما واحد يعاكس معاه هيشتغل معاه شوية صغيرين، على قد ما الإنسان يديله مساحة، على قد ما الإنسان يديله فرصة يشتغل. الست العذراء عطت 100% 100% من حياتها ومن قلبها ومن كيانها ومن جسدها ومن مواهبها ومن كل ما تملك، أعطته لربنا، عشان كده اشتغل فيها 100%. بقت نموذج مفيش زيه لعمل الله المشرق في البشرية. في حين لو الإنسان بيدي لربنا 5% مش هيقدر يشتغل غير في المساحة اللي احنا هنديها له، نديله كتير يشتغل كتير. الست العذراء بركة كبيرة للبشرية كلها، فرح الأجيال زي ما بنقول عليها في التسبيح، هي الفرح بتاع كل الأجيال لأنها سلمت حياتها لربنا، وربنا اشتغل فيها بقوة بقوة عظيمة. كل واحد فينا سلم حياته لربنا، ربنا يشتغل فيه ويكون سبب بركة لكثيرين أيضا، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، نشكرك على محبتك واتضاعك، نشكرك يا رب لأنك تنازلت من سماء مجدك إلى مذلتنا، نشكرك لأنك خدت طبيعتنا يا رب المريضة لكي تشفيها، واللي الموت مسيطر عليها يا رب دست الموت لكي تعطينا حياة أبدية. نشكرك يا ربي لأنك تفتقدنا دائما في كل وضع، سواء كنا في مشقة أو في مرارة، زي ما افتقدت شعب إسرائيل يا رب، وزي ما افتقدتنا بتجسدك. ادينا يا ربي نعمة ان احنا نحس وندوق افتقادك لينا بكل كلمة بنسمعها، كل الظروف اللي بتحصل فينا ده افتقاد جميل منك يا رب. احنا واثقين يا رب انك كل حاجة بتسمح بيها لينا هي من اجل خيرنا ومن اجل منفعتنا ومن اجل ان احنا نقرب منك اكتر ونتمتع بعشرتك وبالشركة معاك اكتر. ادينا يا رب تكون حياتنا معاك مش مجرد معلومات، لكن تكون يا ربي فعلا حياة مقدسة وشركة، شركة زي ما القديس يوحنا كان بيعلمنا. ادينا يا ربي ان احنا نفرحك بسلوكنا يا رب، ونكون فعلا يا ربي كما انت سلكت نسلك نحن ايضا فيك، نسلك نحن ايضا لاننا ثابتين فيك يا رب، احنا ما بنتحركش الا بارشادك ومن خلالك يا رب. ادينا يا ربي قوة ومعونة، واذكر العالم في هذه الايام يا رب، املأ قلوبنا من سلامك يا ملك السلام. ادينا نكون فيك دايما سالمين وفرحانين ومتعزيين يا رب. اقبلنا امامك يا ربي بركة امنا الست العذراء، بركة رئيس الملائكة الجليل غبريال، وبركة كل مصاف الملائكة والقديسين. استجبنا عندما نصلي قائلين بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. سلام الرب يكون معكم. Today I will give the English session as well, but just after a break of 3 minutes, and I will start the English session.